إن ربنا حرم الدم ولحم الخنزير لكن ما حرمش الخمر. فقلت له يا راجل يا راجل اختش. قال اه والله، هات لي حرم عليكم الخمر في القرآن، مش موجود. حرم عليكم لحم الخنزير، حرم عليكم الدم الميتة، انما لما ربنا كلم الخمر قال فاجتنبوه، يعني مش حرام قوي يعني. فقلت له طب نتكلم على شقين شقين. الشق الأول اجتنبوه، والشق الثاني أنا هجيب لك التحريم من القرآن يا متشكك. ما هو يا متشكك يا ضلالي يا ضلالي، واحد بيقول أي كلام دون علم. تعال نشوف اجتنبوه. أنا في إنجلترا وفي ترابيزة واحد قاعد ياكل عليه خنزير، خنزير حرام علي، حرم عليكم لحم الخنزير، لكن ممكن اقعد على نفس الترابيزه بس ما اكلش خنزير. هو قاعد ياكل خنزير وانا طالب سمك وباكل في انجلترا سمك وهو بياكل خنزير، لكن مش حرام علي. انما لو واحد قاعد على ترابيزه يشرب خمره ما اقعدش عليه. ادي يا سيدي كلمه اجتنب. كلمه اجتنب اشد من التحريم. ده الاجتناب اشد من التحريم. مش اجتنبوه يعني ايه مفيش داعي، لا، ده انا ما اقعدش على الحته اللي قاعد فيها واحد بيشرب. دي رقم واحد. رقم اتنين، الايه جميله جدا جدا، يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعه. تقول لي طيب حد قال حاجه؟ يسالونك عن الخمر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. امشي بقى كام صفحه كده، انقل من سورة دي في سورة البقرة 219، انقل لآل عمران قل إنما حرم ربي. اللي عايز تسمع التحريم يا راجل يا ملتزم ما عملش حاجة إلا ربنا قالها، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. أهو عندك، مش هي وصفت اسم في سورة البقرة وفي سورة تانية قال لك الاسم حرام، حرم عليكم الاسم خلاص. بس هو عشان الخمرة كانت منتشرة جدا قبل نزول القرآن، قبل نزوله كانت منتشرة، يعني كان صعب انها تحرم مرة واحدة، فتحرمت بالتدريج بالتدريج. لكن هناك تحريم للي معترض، تحريم صريح للخمر. تعال علميا بقى، يعني هو ربنا حرم الخمر ليه؟ والله العظيم والله العظيم، يا اللي بتشرب لصالحك.